الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: ما حكم متابعة حساب تجاري في برامج التواصل الاجتماعي لبيع ملابس النساء، علما بأنها ربما تعرض ملابس تظهر فيها أجزاء من جسد العارضة أو ساقها، فما حكم متابعة هذه الحسابات لغرض الشراء أو متابعة الموضة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فلا جرم أن مقصود الإنسان في متابعته لمثل هذه المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي إنما يقصد بها البيع والشراء، والأصل المتقرر في المعاملات أنها على أصل الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وكذلك باع أصحابه واشتروا، والنساء كذلك كن يشترين ما يتعلق بهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأسواق من غير نكير بينهم. فكون المرأة تتابع شيئا من الحسابات التجارية لتبيع وتشتري هذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله باعتبار الأصالة، ولكن هذا الأمر الجائز والمقصود السائغ لا يسوغ لنا أن نتتبع بعض المواقع التي تعرض في دعاية مبيعاتها أمورا محرمة. فإن المقصود وإن كان سليما وهو البيع والشراء، إلا أن الوسيلة التي توصلنا إلى هذا المقصود السليم لا بد أن تعتبر صحيحة أيضا. وبناء على ذلك الأصل، فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تتعمدي إلى متابعة هذا الموقع الذي يعرض مبيعاته بهذه الصورة المحرمة المستهجنة، فإن المرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة كلها عورة حتى وإن كانت العارضة كافرة، فلا يجوز لنا أن ننظر إلى تبذلها في لباسها وإلى بدو شيء من عورتها بحجة أننا نريد أن نعرف موضة الفستان أو طريقة حياكته حتى نشتريه، لا سيما إذا كان هناك مواقع بديلة، ولا سيما إذا كان الإنسان مستغنيا أصلا عن الشراء وإنما يريد الاطلاع فقط على ما يستجد من أمور الموضة في الفساتين أو في غيرها. والخلاصة من ذلك أن بيع المرأة وشراءها لا بأس، أن بيع المرأة لبعض السلع أو شراءها لبعض السلع هذا أمر سائغ جائز، ولكن لا يجوز لها أن تتوصل إلى هذا الأمر الجائز بمتابعة مواقع تدعو إلى مبيعاتها بدعايات محرمة شرعا، والله أعلم.